استضافة جامعة الحاضرة تعقد بها ورشة عمل لمدة يوم واحد في الفترة الصباحية، وذلك لعرض المسودة الأولى لتقرير الجامع لحقوق الطفل، اللي هو يدخل من ضمن أهم التزامات الدولة الليبية بناء على مصادقتها في اتفاقية حقوق الطفل اللي اعتمدتها ليبيا وصادقت وانضمت لها في 1993. قدمت التقريرين الأولين كان خلال سنتين من الانضمام، والثاني بعد 5 سنوات، وهذه الآلية اللي هي موجودة خلال 5 سنوات اللي تكمل تقدير التقرير. من 2003 إلى حد الآن يعني 17 سنة الدولة الليبية لم تقم بتقديم هذا التقرير رغم المحاولات اللي بدلت، لكن للأسف كانت بعض الظروف. فاللجنة أخذت على عاتقها بعد إنشائها في 2018 إنها هي تعد هذا التقرير بالصورة المنهجية اللي هي مطلوبة. فهذا التقرير لمدة سنة هو تم العمل عليه بدعم من مكتب اليونيسيف في التدريب وفي إعداد في الصيغة ومع المراجعين في الخبراء الدوليين. وبهذه المرحلة اللي اليوم وصلناها تعتبر المرحلة ما قبل النهائية اللي هي عرض المسودة الأولى على مؤسسات الدولة، وستكون لدينا ورشة أخرى اللي هي عرض هذا التقرير بنفس الصيغة على مؤسسات المجتمع المدني، ومن ثم يتم تجميع الملاحظات، وستكون المتاحة النسخة الإلكترونية والنسخة الورقية للراغبين في أنها يتم المراجعة الحقيقية لهذا التقرير، ويتم إبداء ملاحظاتهم، ونحن مستعدين لاستقبال هذه الملاحظات خلال 15 يوم أو 21 يوم 3 أسابيع من خلال لجنة الصياغة بمقر اللجنة لإدراج هذه التعديلات والملاحظات اللي موجودة على هذا التقرير، ومن ثم تكون فيه ورشة عمل أخيرة بعد إدراج هذه التعديلات، ويكون ذلك التقرير تم إنجازه على مستوى الدولة الليبية، وبذلك نكون نحن جاهزين لإحالته إلى لجنة حقوق الطفل في جنيف لاستعراضه في الجلسات القادمة إن شاء الله.